مرحبا يا أطفال يا الصغار، كيف حالكم؟ سنكمل اليوم قصة عقد الياقوت وسنبدأ باللوحة الثانية. أين هي سارة الآن؟ إنها أمام واجهة الجوهري. من هو الجوهري؟ الجوهري هو بائع الجواهر. الجواهر أي العقود، الأقراط، الخواتم، أساور وساعات. اسم محل الجوهري جوهرة باهرة. تتأمل سارة الواجهة وما في داخلها، وترتدي كنزة حمراء وتنورة زرقاء، وتنتعل حذاء أزرق، وجوارب لونها أحمر مخطط بأسود. عرض في الواجهة اليمنى عقد أخضر وثان أحمر وثالث أزرق، وعرض أيضا ساعات وأساور وخواتم. أما في الواجهة اليسرى عرض علبة ملأى بالخواتم وتمثال لعرض العقود والأقراط. لون الواجهات أزرق، ويوجد إلى يمين اللوحة باب محل الجواهر ولونه أزرق، رسم عليه خطوط متموجة. نرى على الباب قفلاً أحمر اللون، هذا يدل على أنه من هنا ندخل إلى المحل. إلى اللقاء يا صغاري، انتظروني باللوحة الثالثة. دمتم بخير.